صفر لازم سلام. لازم كلنا نعترف من السنة اللي فاتت ونكمل السنة دي إن اللي حاصل في التعليم في مصر مؤامرة، تمام؟ وكلنا نثبت بكده، وكلنا عندنا أسباب، وكلنا عندنا نقط كاملة وجامدة وقوية وصريحة وحقيقية تتقال. الأستاذة اللي كلمتك يوم امتحان الكيمياء والفيديو بتاع الأستاذة لبنى، تمام؟ فيا جماعة، مدارس الحكومة حرفيا تحس إن المراقبين كلهم متفقين إن محدش يطلع من مدارس الحكومة ناجح، تمام؟ وكل الناس اللي في مدارس الحكومة هتأكد لحضرتك الكلام ده. قمة الإهانة في التفتيش، لو وقفنا ضابط بتاع آداب وشوف المدرسة ولا المدرس هما بيفتشوا، يعني الولاد أو البنات، هقول لك قضية تحرش. دول بيتحرشوا بالبنات حرفيا، مش بيتفتشوا، تمام؟ تمام. الأماكن اللي بتحط فيها إيديها وهي بتفتشها أو بتعملها. وجيت أنا علقت مرة في أيام المواد دي بتاع الغير مضافه للمجموع، فالاستاذه بتاع مصر تتقدم بالتعليم قالت لي قدمي محضر او اعملي محضر او قدمي بلاغ، اقدمه في مين لمين؟ لو جيت كل طالب في تعليم حكومي او في مدرسه حكومي في مصر وسالته اقول لك اللجان او المراقبين بيهينونا حرفيا. تعالى بقى ادخل اللجنه كمان، اذا جيت وقلت له انا انت بتفتش ليه؟ اقول لك عشان التسريب واللي بيصوروا واللي بيعملوا. مستحيل طالب او طالبه تعرض نفسها تقعد 3 سنين ما تمتحنش وتدخل بتليفون تصور، لا دي من عند حضرته، هو يدور كوارثه هي فين يحلها، لكن احنا ما نتحملهاش، تمام؟ تمام. تعالى اللجنة بقى، قمة التخلف. أنا عايز أعرف الناس اللي بتراقب دي هي مدرسين ولا جايبهم من الشارع؟ لا دي ناس جاية من الشارع مش مراقبة. أنت المفروض متعلمة مش جهلة على اللي أنتوا بتعملوه، كان أستاذ أو أبلة، تمام؟ أما تدخلوا نص ساعة حرفيا بيضيع من كل يوم في كل مادة. اكتبوا اسمكم هنا، اكتبوا رقم الجلوس هنا، إذا كنتوا أنتوا نفسكم مش فاهمين ولا عارفين هيكتبوا إيه، بتتعصبوا على العيال وتشتموهم وتزعقوا لهم ليه؟ تحسسك انها جايه مغصوبه وانها بتدفع لك فلوس وانها متضرره، انت هتقبضي وحضرتك ده شغلك ودي وظيفتك، مش عاجباك استقيلي وترزعي في بيتكم، تمام؟ مفيش كلام غير كده. الاحترام مع الناس دي دلوقتي مش نافع. انا اتمنى ان الناس دي في اخر الامتحان يحصل لهم كلهم مشاكل، كلهم بلا استثناء، رغم ان عمرنا ما تمنينا خطر او غلط لحد، لكن دول ما عندهمش رحمه. انتوا مش سلاطين؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ ويلفوا تاني على الورق، كل ورقه يمضوا يقول لك دي مسؤوليتنا، انتوا بتغلطوا واحنا بنتنايل نتحاسب بعد كده. بنغلط ليه؟ ما تقولوا لنا، كنتوا انتوا نفسكم المدرسين مش عارفين هنكتب ايه فين. ايوه لما يعدي العربي والكيمياء نص ساعه يا ماما، على ما يا دوب سؤالين حليتهم. ليه يا حبيبتي نص ساعه؟ الاسئله صعبه قوي كده، كل شويه حد يدخل يقول كلمتين ويزعق ويشخط فينا ويمشي، يدخل يزعق لنا ويشتمنا ويمشي. ليه؟ ليه؟ تعالى بقى على النقيض الناحية التانية، المدارس الخاصة والمدارس التجريبي. من الناس اللي جوه المدارس دي بتحللها الامتحان ويدخل لهم، مش تسريب، بيتوزع الورق من بق الولاد وهم قاعدين في السنتر مع بنتي. خلصنا العربي والمدرس بيزعق للولادين والبنت اللي قاعدين، بطلوا تهريج وهزار، احنا كده كده مقفلين يا مستر، ما حضرتك عارف عارف ايه، وابتدوا يتكلموا. بيتوزع الامتحان ويتاخد بوكلت يتخرج بيه بره المدرس يحله ويدخل المدرسه. المدرسه كلها تاخد ايه؟ تاخد الامتحان سواء تجريبي او خاص، كل واحد فيهم يهمه سمعه مدرسته ان يجيب درجات كويسه. ايوه طبعا الولاد طبعا. مش الولاد مش متوتره في اللجنه جوه، فالكل يدخل لك المدرسه الفلانيه والمدرسه الفلانيه، كل الطلبه اللي فيها نجحت وما توترتش فنروح نقدم فيها. لكن ولاد الكلب ولاد المدارس الحكومه اللي بيذاكروا وبيتعلموا كويس وفاهمين، تمام؟ هم دول اللي ما ينجحوش، لكن دول اللي ينجحوا. سيادة الريس، سيادة الريس، عايز الناس دي اللي تنجح، الناس دي ما حستش بمسؤولية، الناس دي ما تعرفش أي مسؤولية، هي دي اللي هتحافظ على الحاجات اللي أنت بتعملها دلوقتي؟ هي دي الناس اللي هيبقى همها اللي هو بيعمله دلوقتي؟ ما هو ما تعبش، اتعلم طول حياته بفلوسه ونجح بفلوسه، هيفكر في اللي أنت عملته إزاي؟ لو طلع فيهم الدكتور هيعالج أحفاده ويعالج ولاده إزاي؟ حد فيهم فكر في ده؟ لا. اللي حاصل دلوقتي، لا، الاستاذ اللي بيحط الخمير اللي بيحط الامتحان جرب يحله، خده في وقت قد ايه؟ القطعه اللي كانت صفحه وكام سطر كده عربي نقراهم عشان نحل عليهم الاسئله، قراهم في قد ايه وحلهم في قد ايه؟ الجمل المفروض تترتب عشان تعمل قطعه كامله، قراهم في قد ايه وحلهم في قد ايه؟ ده احنا لو حسبنا السؤال 60 سؤال على ال3 ساعات، والله ما يكفي 5 دقائق لكل سؤال، رغم ان كل سؤال محتاج اكتر من 10 دقائق. ليه كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هدفه ايه؟ هدفه مش عايز تعليم حكومة، ما تقول مش هندخلها،
احنا هنتصرف ونعلم ولادنا بطريقتنا، هنسفرهم بره ونصرف عليهم، والفلوس اللي انتوا بتاخدوها مننا هندفعها بره، ناخد من فلوسكم من هنا ندفعها بره ونعلم ولادنا، على الاقل هيتعلموا من غير اهانه. هو عايز ايه؟ فلوس وبندفع. احنا كان زمان في مجانيه تعليم، دلوقتي مفيش حاجه اسمها مجانيه تعليم، تمام؟ ودفعنا فلوس كتير لكتب والسناتر والدروس مش هتنفعكم، امال نتعلم منهج حضرتك ازاي؟ وانا دافع لك فلوس والفلوس اتدفعت بره، لو انت اللي بتاخدها هنقول اصل بياخدوا الفلوس مننا يستنفعوا بيها ويعملوا لنا احنا مصلحه في البلد، ما بيحصلش، تمام؟ وخدتوا فلوس، الفلوس دي راحت فين؟ عملتوا بيها ايه؟ استفدتوا ايه من اللي بيحصل؟ ما تقول يا عم من الاخر انا مش عايزكم تدخلوا ثانوي واحنا مش هندخل ولادنا، وده حقيقة. ما تقولها وش كده. ادخلوا مدارس خاصه، بتوع الخاصه والاهل والبتاع ده والتجريبي دول اللي انا بنجحهم، ومدارس الحكومه بمدرسينها بالناس اللي شغاله فيها، نشغل مخرجه في الشارع تشحت في الشارع او تبقى بلطجيه او تقطع طرق، دي مش قصته. طب احنا عاوزين اجمالي لده كله. اجمالي ده كله اللي بيحصل ده عبث، لو كان حط الاسئله وخلصها لا لازم يرتجع فيها، تمام؟ اعتبارا للاسئله لو جبت ما تجيبش الخبير ولا الخبور اللي خليته حط الامتحان، هات موجه ماده لكل ماده وقول له حل الامتحان ده في وقت قد ايه. انا جيت على رجل الكيمياء يا استاذ اسامه مع الاستاذ اللي بيدي بنتي درس، وده مش استاذ ده موجه، تمام؟ تمام. قال لي ما تراجعيش، انا وثلاثه اصحابي كده اربعه اختلفنا في الاجابات، ايوه هو فين النموذج الاجابه اللي حطه هو ولا هو عشان ايوه انا اختلفت مع انا زمايلي برضو في الجغرافيا. بالظبط، هو عنده ايه بقى الصح فيهم؟ ما انا مش عارف بقى، ما انا عشان كده ما رضيتش انزل يا مصر، هو ما كلمني عشان انزل الاجابات واعمل بث مباشر، قلت له لا لا، قلت له لا، انهي اجابات؟ ما انت ما اجابات انا هدخل اجابات غير اجابتي اجابات، ما الطالب هيتعقد لو طلعت الاجابه غير اجابتي. تمام؟ فاحنا لما اقول له عايز اراجع يقول لي وهو موجه ماده، يقول لي ما تراجعش احنا كلنا اختلفنا في الاجابات، هو عنده انهي اجابه؟ ولا عشان يرتبها هناك في المطبخ هناك بتاعه، ونرجع تاني قصة السنة اللي فاتت وتترفع قضايا وبعدين يقول لك بقدرة قادر فجأة، لا ده مفيش تصوير والقضية سليمة، ونعيد نفس كارثة السنة اللي فاتت نفس وبرضه الكارثة. مش متشافين، يعني احنا الثالثة السنة اللي فاتت مش متشافين، وادي السنة دي برضه مش متشافين. احنا هوا بالنسبة للبلد، خلاص ما ندخلش مدرسة وما نتعلمش ونتصرف احنا بقى بره، وخلي المدارس بتاع حضرتك فاضية. ما هو انت عايز كده، انت عاوز كده، ادخل بقى خاص، ادخل تجريبي، اتعلم في الشارع، اقف بلطجي في الشارع، دي مش قصتك، دي قصتي انا، بما انك رميتني وشلت ايدك من عليا ما تحاسبنيش باللي انا هعمله. لكن اللي بيحصل ده عبث، ما يبقاش عندي طلبه شاطره ومجتهده وبتذاكر، واخلي مستواهم الاخير كليات او معاهد لا قيمه لها، وكل واحد فيه في دماغه حاجه معينه، وانجح اللي دفع فلوس، تمام؟ عشان هو ده اللي يطلع لي بعد كده. لما حضرتك تبقى استاذ وانا عارفاك وبنتي بتمتحن واكلمك وتروح تقعد جنب بنتي في اللجنه تغششها الامتحان، وكل البنات اللي في اللجنه او الولاد مش قادرين يفتحوا بقهم، ده عبث. ايوه بس صح كده؟ لما اكون انا تاجر كويس وشلت قرشين وبنتي في اللجنه وعايزه تنجح وتجيب مجموع كويس عشان اتباهى بيها في وسط اصحابي، واشتري اللجنه في كل ماده وادفع مبلغ وقدره بالظبط عارفينه، تمام؟ وتنجح البنت واللي حواليها الشاطرين اللي بيذاكروا طول السنه ومجتهدين ويروحوا دروس ويدفعوا فلوس، ما نعرفش مستواهم هيبقى ايه، ده يبقى ايه؟ اللهم لا لا لا، اللي بيحصل ده لا لا خالص، حتى لو ولادنا نجحوا وعدوا منها لا. ما إذا سكتنا مش احنا مش عارفين اللي جاي بعد كده فيه إيه. والله حرام ما عدناش عارفين، حرام. ما عدناش عارفين بصراحة يعني. إذا هو حط امتحانات المواد اللي جاية لازم يراجع نفسه، احنا لسه الإنجليزي بكرة زيه زي العربي، يمكن العربي احنا بنعرف نقراه وعارفين معانيه، لكن الإنجليش لما تجيب له هنعرف الإنجليزي هنعرف متأكد بكرة، أنا مش ربنا هعرف. يستورها بس، ربنا يستورها. هتعمل إيه؟ في وانا الفيزياء يعني هتعمل في الفيزياء هتعمل إيه؟ في التاريخ بعد الجغرافيا اللي كان كله هنقول مقالب، خلي أنا بالك أول مرة أعرف إن التاريخ الجغرافيا فيها مقالب. ما أنت عملت فيها مقالب إزاي؟ انا كمدرس اتخضيت من الجغرافيا والله. اتفرجت عليهم قالوا سهلة سهلة، مين كبروني اللي قال سهلة؟ اتفرج على الامتحان، انا اتخضيت. مين اللي قال سهلة؟ في بنات قالت لا سهلة. لا 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 لا، كذب، سهلة ازاي؟ مفيش كلام سهلة منه. سألت ايه؟ انا كل اللي يسألني دلوقتي عملت ايه في الامتحان، الحمد لله يعني جاوبت كويس. طب لا جاوبت كويس دي انت تسأل فيها طارق اختي لما شوقي مش طلعت من شرمين، الامتحان الجغرافيا، طبعا انا اللي مأسس اختي من الابتدائي، تمام؟ فواثق في اجاباتها يعني، قلت لها مش هراجع معاكش. تمام عارفه ليه؟ قلت لها ادخلي نامي، لو رجعت وطلعت عندك حاجه غلط مش هتحلي في الامتحان اللي بعده. فخلاص انا وانا معوده على كده، خلصت امتحان توكل على الله ارمي ورا ظهرك، عشان كده عملت فيديو اللي فات مات.
بس ما انا عشان كل اللي بيسالني يقول لي طب عملتوا ايه، طب يعني ايه، قلت لهم ما تسالونيش يا انا ما فندم. اعرفش اللي قوي. فات مات وانا انا قصدت كده اهو. مش هسالك اللي فات يعني دلوقتي حل كويس. طب الحمد لله يعني غلطت مثلا في سؤال ولا سؤالين انت ما تقدرش تقول لانك مش عارف هي حلت ازاي وهو هناك اجابته ايه، فاهم قصدي؟ فاللي حاصل اللي حاصل ده والله العظيم عبث عبث. لما انت بتلعب جايب لي خرايط وجايب لي مش عارف ايه وبتلعب دي ايه مقالب، في حاجات ثابته، في قواعد ثابته ما ينفعش نلعب فيها. انت لعبت فيها ازاي يا قادر؟ سيبها لله ما انت بس، ما عم حد سلم امرنا لا ما لله. حد عشان ما حدش حاسبه، لا رئيس جمهوريه حاسبه ولا رئيس وزراء حاسبه ولا مجلس شعب حدث ولا حرك، بلاش نغلط في الناس، فما حدش حاسبه. عشان كده الراجل ده مخلوق في البلد براحته، واحنا اللي شايلين الليله كلها باولادنا. احنا والله العظيم يعني واحده بتكلمني من يومين قلت لها انا من جوه موجوعه، لا لا لا، تمام؟ فنحل ازاي؟ هنشوف بكرة، بس هنتابع بكرة ونشوف الدنيا ايه، ربنا وبعد يستر. بكره هنيجي بقى الدور اللي بعده ونكمل المسيره ولا حياه لما انتوا نادي. هنعمل نلجأ ايه لمين؟ لما هو فوق بيقول لكم وانتوا ولادي وسيبوا لي ولادكم وانا ما اقدرش اجي عليكم وانتوا نور عينيا وانتوا، طب واللي معمول فينا وفي نور عينيك؟ انت بحت دي في وسط الزحمه بتاع الاحداث اللي انت بتعملها، واخد بالك؟ زي ما اخدت بالك من حاجات تانية كتير، خدت بالك من دي؟ ما هي دي لازم تاخد بالك منها. دول اللي طالعين للي انت بتعمله، ولا انا غلطانه؟ دول اللي طالعين للي انت بتعمله، يا يكملوه يا يخربوه. فشوف انت اللي طالع لك شكله عامل ازاي. ما شاء مش كده ربنا يا جماعه، يسترها، ربنا مش كده. يسترها يا رب يا رب يا رب. ربنا يستر.